برجك بالصحة. برجك بالصحة. صبحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. النقاشات والحوار ما ينجم كان يرجع الأمور لنصابها، خاصة بعد خلافة طويلة كنت عشتها أنت واللي قراب لك، وخاصة في الوسط المهني اللي عندك يا حمل. الثور. الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإذا عندك أسرار مخباها جا الوقت أنه تفضفض وتحكي كل شيء لأقرب الناس ليك يا ثور. الجوزاء. رد بالك تبخل على روحك وتماطل، خاصة بالأمور اللي عندها علاقة بصحتك النفسية وخاصة صحتك الجسدية، وبهكا تنجم تحافظ على صحتك وترجع على العالية. جوزاء. السرطان. تحس بالراحة وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية والمهنية اللي تنجم تحقق حاجات مزيانة برشا يا سرطان. الأسد. تبدأ مرحلة جديدة وصفحة بيضة في الخدمة، وتتلقى برشا عروض على خلفية الخدمة اللي خدمتها عندك مديدة يا سيد. العذراء. خمم مليح مليح قبل ما تقدم على أي خطوة اللي تنجم تكون مغامرة، وبهكا تعرف تقيس قبل ما تغيس يا عذراء. الميزان. ظهر فيه الحظ قاعد يبتسم لك، وبهكا تنجم تطمن روحك وبالك يكون مطمئن. خليك معادل ما بين أمورك الاجتماعية والعاطفية والعملية يا ميزان. العقرب. متقلق شوية من أمور دايرة في راسك، ما تخليهاش تشوش لك أفكارك وما تخممش فيها، حاول ترتب الأمور وما تشغلش بالك في ديتاي نجمو يكونوا تافهين يا عقرب. القوس. رد بالك من الخلافات اللي تصير في الوسط المهني، هذا ينجم يخليك تحس بالغربة وتضطر لمسايرة الأوضاع، انسحب مساحة وخليك تخدم في هدوء تام يا قوس. الجدي. قاعد تصب في اهتماماتك الكل باش تدخل تعديل على أمورك المالية، فرصة كبيرة قدامك وخاصة اليوم، ركز مليح يا جدي. الدلو. لقاء ينجم يكون مصيري مع إنسان عندك مديدة وانت تستنى فيه، تعيش معاه قصة حلوة برشا برشا، ألو خليك تركز مليح في الخطوات اللي تنجم تاخذها على قريب والعاجل يا دلو. الحوت. ما تغزرش للي تعدى وفات، اللي تعدى تعدى، حاول تعطي ما عندك وتسعى أكثر ما يكون باش تبقى صحتك في أفضل حالاتها يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.